وبالنسبة لسهم سيتي جروب وبقية أسهم قطاع البنوك المدرجة في السوق الأمريكية وتحديدا أكبر 6 بنوك في الولايات المتحدة، فسيتي جروب يتراجع عند $42.03 للسهم، وتراجع ب 23 سنتا في الإغلاق السابق، وأيضا كذلك تراجع ب $3.78 لجولدمان ساكس عند $323.84 للسهم الواحد. وأيضا هنا مورغان ستانلي يتراجع بحوالي 34 سنت عند $75.92 للسهم الواحد، وجي بي مورغان تشيس عند $144.10 وارتفاع $1.10 للسهم، وبنك اوف امريكا كذلك ثبات اقرب الى التراجع الطفيف ب7 سنتات عند $28.35 للسهم الواحد، وويلز فارغو كذلك تراجع بحوالي 27 سنتا ليصل عند $41.35 للسهم الواحد.